وينضم إلينا من كييف غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية. غيث، صباح الخير، لو تطلعنا على آخر التطورات الميدانية على صعيد جبهة القتال وما يدور تحديدا في جبهتي الشرق والجنوب ومحيط مدينة باخمود. تحية طيبة لك وصباح الخير أيضا. ما يحدث الآن في منطقة باخمود هو تمركز للقوات الأوكرانية، حيث شهدت مجموعة كبيرة من الأرتال العسكرية متجهة إلى هناك، وهناك حركة مستمرة للقوات الأوكرانية. استغلت القوات الأوكرانية بالفعل ما حدث من أزمة داخلية داخل الأراضي الروسية، حيث قامت القوات الأوكرانية بتوجه مجموعة كبيرة من الأرتال العسكرية إلى محيط مدينة باخمود. كما تحدثت أيضا نائبة وزير الدفاع الأوكراني بأن القوات الأوكرانية الآن تدخل 6 بلدات ضمن محيط مدينة باخمود، بالإضافة إلى ما تحدثه هناك الإعلام المتواجد بالقرب من مدينة باخمود بأن القوات الأوكرانية بدأت بضرب الأهداف الروسية داخل مدينة باخمود، وقام الجيش الأوكراني ضمن ما يتحدثه ضمن الرواية الأوكرانية بالطبع بأنهم دخلوا مجموعات أحياء ومناطق داخل مدينة باخمود من الجبهة الجنوبية لهذه المدينة. أيضا محاولة صد مرة أخرى يحاول من خلالها الجيش الروسي الدخول على محور ليمان، حيث أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية عن تمكنها من صد الجيش الروسي ضمن محاولة لدخول تلك المدينة الذي انسحب منها بالفعل الجيش الروسي منذ تقريبا عام ونصف. اليوم يحاول مرة أخرى الدخول إليها مجددا. ورغم هذا التصعيد والوتيرة ما بين الطرفين في جبهات الجنوب وأيضا الشرق، أعلنت الحكومة الأوكرانية عن تمكنها من إعادة 130 كيلومترا ضمن الأراضي الأوكرانية في الجبهة الجنوبية، والجبهة الجنوبية هي تتمركز من الحدود الإدارية لمدينة زاباروجيا وخرسون. كما أيضا أعلنت ورفضت ضمن ما تحدث فيه طبعا الهيئة الإعلامية لوزارة الدفاع يوم أمس ضمن الإحاطة المستمرة لآلام المواطنين والصحفيين هنا بأن رصد مجموعة قليلة من القوات الروسية كانت تحاول أن تقوم ببناء ما يسمى بجسر اصطناعي عسكري في منطقة خرسون لمحاولتهم مرة أخرى الدخول إلى الضفة التي خرجوا منها بسبب الفيضانات الأخيرة التي نتج من خلالها الانفجار وانفجار كوخوفكا. كما أعلن قيادة عمليات الجنوب بأنهم أن للروس محاولات عديدة للرجوع لأماكنهم التي خرجوا منها بعد الفيضان، ولكن المنطقة مليئة بالألغام، وأيضا تغيرت الخارطة العسكرية لوضع الأرغام بسبب الفيضانات، وهذا الشيء الذي يجعل تحرك القوات الروسية مرة أخرى إلى مواقعهم وإعادة تمركزهم إليها من الصعب جدا ويحتاج إلى جهد هندسي كبير حسب ما تحدث به. أما الرئيس الأوكراني هنا يوم أمس تحدث مع رئيس وزراء كندا، حيث عارب عن انزعاجه لرد فعل الغرب وأيضا المجتمع الدولي جراء ما قامت به روسيا حسب وصفه في استهداف سد نظر كوخوفكا، وأيضا ذكروا التهديد الناجم عن مفاعل زاباروجيا في حال أرادت روسيا ضرب المفاعل كما وصفه الرئيس الأوكراني، فإنها سوف تؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة جدا في المناطق الأوكرانية. في كييف نحن يوم أمس شهدت العاصمة الأوكرانية كييف هذا الصباح أيضا ذوي سافرات الإنذار، كما أعلنت الهيئة الإدارية العسكرية في إحاطة الإعلامية بأنهم تمكنوا من ضرب صاروخين كاليبر كانت تستهدف المناطق الوسطى والشمالية من الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى 6 طائرات من نوع شاهد 136 و131، وهناك 4 طائرات مجهولة لم يتم تحديدها حتى هذه اللحظة. زيارة ميدانية قام بها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إلى الخطوط الأمامية في ميادين القتال، هل من تفاعلات سياسية أوكرانية رسمية حتى الآن على هذه الزيارة؟ هناك تصريح واحد خرج فقط عبر تويتر لرئيس الاستخبارات الحربية الأوكراني، حيث وصف
زيارة وزير الدفاع بأنها زيارة تمثيلية يحاول من خلالها وزير الدفاع إعادة هيبة وزارة الدفاع الروسية بعد الهجمات أو بعد المشكلة الداخلية التي حدثت ما بين فاغنر وما بين روسيا، وتحدث بأن بداية النهاية بدأت لروسيا وأصبحت روسيا أكثر هشاشة من ذي قبل، حيث أثبتت للعالم مدى ضعفها حسب ما تحدث طبعا مدير الاستخبارات الحربية هنا في أوكرانيا. هناك نوعا ما من عدم التباهي، عدم اللامبالاة ما بين القوات والحكومة الأوكرانية تجاه ما يقوم به اليوم الجانب الروسي، ولكن هنا على المواطنين هناك الكثير من عمليات الاستفهام، بالإضافة إلى هنا نشاهد هناك عمليات ترقب وقلق واضح ما بين المؤيدين لإعادة كافة الأراضي الأوكرانية وما بين المواطنين الذين هم الآن بحاجة ماسة لمعرفة ما يحدث هنا في داخل الأراضي الأوكرانية وما هي الأحداث المستقبلية التي سوف تحدث في داخل أوكرانيا. هذا كل شيء الذي حدث في أوكرانيا وفي مجمل منطقة كييف العاصمة.